بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أيتها المناضلات أيها المناضلين أيها الشعب الجزائري الكريم. وديت في هذه المداخلة أن أتكلم على نقطتين هامتين. النقطة الأولى، علمت اليوم أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا الذي يمر إلى أوروبا عبر الجزائر، والذي الجزائر عملت أكثر من 6 سنوات يعني دبلوماسيا وتقاربنا كثير، وصلنا إلى المراحل النهائية في هذا الملف، وإذا به نفاجأ اليوم أن إمضاء الاتفاق بين المغرب ونيجيريا من أجل تمرير أنبوب الغاز. هذه ضربة وهذه انتكاسة خطيرة وكبيرة جدا. هذه الضربة من الضربات الكبيرة التي تلقتها الجزائر في 10 سنوات الأخيرة، وهي اليوم تلقاها اليوم، اللي دمرتنا، ضيعنا الملف الليبي، ضيعنا الملف المالي، وها هو ملف أنبوب الغاز. هذه انتكاسة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية، لازم تحاسب عليها الناس. اليوم لازم نحاسبوا الناس اللي تسبوا في هذه الانتكاسات. الجزائر اليوم راهم يضعفوا فيها. انتم شفتوا كيف اليوم الجزائر في أزمة الصحراء الغربية مع البوليساريو في مواجهة العدوان المغربي، كيف اليوم لقينا كل الدول العربية تدعم المغرب ولا واحد وقف مع الجزائر. هذه انتكاسة كبيرة، اليوم راهي عايشة انتكاسات كبيرة، وهذا شيء خطير جدا. ها خلانا وحدنا اليوم. لذلك اليوم لازم نحاسبوا وزارة الخارجية، الوزارة الخارجية اللي فاتوا مقبل كامل في 20 سنة الماضية، نتحاسبوا على الأوضاع تاع الجزائر اللي وصلت لها اليوم. كيف الجزائر اللي كانت قبلة الثوار، كانت قبلة الأفارقة، أصبحت اليوم ولا واحد يدعمها في الملفات تاعها ولا في قضاياها ولا يوقف معها. حتى نيجيريا اللي يعني ترافعنا كثير من أجل هذا الأنبوب، لأن كانت فيه أموال، كانت أموال وفيه فائدة كبيرة ومنفعة كبيرة للاقتصاد الجزائري ولاستراتيجية الجزائر جنوب شمال، والدور تاعو اللي حيكون عنده دور كبير سواء في الدبلوماسية في الدبلوماسية أو في الاقتصاد. ها اليوم ضيعنا هذا الملف، ودته المغرب كما دات الملف الليبي عندها، ورغم أنها بعيدة عن الحدود الليبية، ولكن اليوم يجب أن نفتح الحساب ويحاسب وزراء الخارجية والخارجية والسفراء، لأن السفير اللي 14,000 دولار و8,000 باش يقري و8,000 دولار أخرى باش يقري ولاده، وعنده إقامة وعنده سيارات ولا يقدم شيء للجزائر، هذا غير مقبول ونقبله. نحن في التحالف الوطني للتغيير ستكون رؤية واستراتيجية جديرة، سيحاسب الناس على كل هذه الأخطاء اللي الجسيمة اللي كلفت الجزائر الكثير الكثير، هذا غير مقبول. كذلك في القضية الثانية اللي عطوا الكلام عليها، هي الحدود تاعنا اللي راها ملتهبة، وطبول الحرب التي تقرع هنا وهناك، يجب أن نفهم حاجة مهمة جدا يا ناس. الحرب ليست بالشيء الهين، الحرب إذا قامت لا قدر الله لا تبقي ولا تذر، لأن تكون فيها خسائر كبيرة في المعدات وفي الأفراد وفي أرواح وفي حتى البنية التحتية. لذلك القائد المحنك هو من يتجنب الحرب، القائد المحنك هو من يستطيع أن يدافع عن مصالح بلاده بدون اللجوء إلى الحرب. هذا لذلك وجدت الدبلوماسية، لذلك وجد رجال الكفاءات لقوم بهذه المهمات. يجب أن الجزائر تتوفر الطاقات وكفاءات، ولكن مع الأسف من بعدينها وجايبين طاقات لتنهب في الجزائر وتمتص في خيراتها. هذا هو الواقع المرير. كذلك اليوم بهذه المناسبة دعوني أتذكر أن الحرب تتطلب رجال واقفون، رجال على درجة عالية من التضحية وفداء للوطن. لذلك اليوم أتذكر بهذه المناسبة أبنائنا وإخوتنا المتقاعدين اللي كانوا يعني في الصفوف الأولى لقارعوا الإرهاب ولأنقذوا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من مخالب الإرهاب الذي عاث فسادا يعني تدع الأموال وعلى الحرمات وعلى الأرواح وأراق الدماء، وكان كاد أن يعصب الجزائر لولا هؤلاء الرجال. هذا الرجال اليوم اللي مع الأسف كل مرة يعدوهم ويعطوش حقوقهم، نحن نقول بأن الرجال هذو عندهم فضل على الجزائر والجزائريين، لازم ما نكروش هذا الفضل، إذا كرنا هذا الفضل ما نلقاوش خذوش كي يروح في الصفوف الأولى ويدافع عن الجزائر. يا ناس أفهموا، هذا الناس كثير من الناس هناك مغالطات، هذو الناس ماشي دخلوا الجيش باسكو ما لقاوش خدمة ولا ظروف اجتماعية، لا. أنا أتذكر أن المئات الآلاف دخلوا لأنهم لم يتقبلوا الظلم، ظلم الجزائر من جماعات الإرهابية، وسبلوا نفوسهم، فيهم من مات رحمة الله عليه واستشهد، وفيهم من جرح وهو اليوم، وفيهم من هو على قيد الحياة ولكن في ظروف اجتماعية سيئة. يجب أن نفهم الناس هذو لهم فضل كبير على الجزائر والجزائريين، يجب أن نفهم بلي تكريم الناس هذو والوفاء لهم وتكريمهم
ويعني اظهار تضحيه نتاعهم، هذا اقل واجب نديروه. لازم نحافظوا على كرامتهم وكرامه ابنائهم، لان هذا هو المثال لغدوه لا قدر الله لك كانت عندك حرب، هؤلاء يكون مثال ويقتدوا به بشبابك ويروحوا الجبهات الاولى. وحتى الناس هذو هم متقاعدين اليوم، لو يناديهم الواجد سيكون الاولين لتلبيه النداء، لان هذا الناس ولاد الشعب، عامه الشعب اللي راحوا حاربوا على الجزائر، مش ولاد كلوب ديفا، مش ولاد مسؤولين. هذوك عندهم هذوك مزوجين الجنسيه وعندهم اقامات في الخارج. ما عندكش حق اليوم باش هذا الرجال نتاع الجزائر اليوم تقصيهم ولا تعطيهمش حقوقهم، لا، لازم يكرموا. واحنا متعهدين في التحالف الوطني للتغيير نقول لهم باللي حقوقكم مرفوعه وانتم تاج فوق رؤوسنا ورؤوس الجزائر، انتم خير رجال، انتم الشهداء اللي ضحوا على الوطن. هذا ما اردت ان اقوله، وقولكم التحالف الوطني للتغيير ولن يدير ظهره لهذه الفئة للرجال الذي صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمن من قضى نحبه ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.